كما كتشاهدوا من ورائي الوحده المتنقله لتحقن الدم كتتواجد هذا النهار في كليه الطب والصيدله بمدينه وجده من اجل واحد الحمله ديال التبرع بالدم اللي منظمها مجلس طلبات كليه الطب مدينه وجده. هذه الحمله هذه كترمي الى انها تعزز المخزون ديال الدم في المركز الجهوي من اجل طبعا استجابه لجميع طلبات المرضى. حاليا كنعانيو من واحد النقص ديال بعض الفصائل خاصه الفصائل السالبه، وهذه الحمله هذه كتجي في هذا الاطار. طبعا اكبر واحد اللي غادي يكون حاس بالمرضى هما الناس اللي قارين لهذا على هذا الشيء ديال الطب مثلا والصيدله، لذلك كنجبروا بانه جميع اللي كيقراو الطب او الداخليين او المقيمين او لا كيكونوا منخرطين بزاف، لذلك حنا دايرين واحد التعاون معاهم انه كل مره كنديروا عندهم حمله، وان شاء الله نتمنوا ان هذه الحمله تكون ناجحه. لحد الان الامور دايزه مزيان، كاين واحد الاقبال كثيف، كيتقاطروا الطلبه حاليا على الحمله بكثافه، ونتمنوا ان شاء الله ان هذه الحمله توفر لنا كثير من الفصائل السالبه اللي غادي بها نقدروا نستجبوا الكثير من الطلبات اللي كتستنى حاليا في المركز. اليوم وتزامنا مع الاسبوع الاول لانخراط دفعه السنه الاولى، نظمنا بشراكه مع المركز الجهوي لتحقن الدم حمله للتبرع بالدم، واللي هو واحد العاده اللي كدار بصفه دوريه داخل كليه الطب من اجل ترسيخ ثقافه التبرع بالدم لدى جميع طلبه الطب باعتبارهم هما المشاريع ديال الاطباء المستقبليين واللي خصهم يطوروا بالضروره هاد الثقافه ديال التبرع بالدم. شفت هذا النهار باش نتبرع بالدم اللي هي بطيره زوينه، كنصح الشباب كلهم يتبرعوا بالدم حيت اولا فيها خير، فيها اجر عند الله، و مثلا باش يعرفوا الفصيله الدم ديالهم. سي ما بروميير اكسبيريونس، جو تري فيير باش نكون هنا اليوم فهنايا في كليه الطب والصيدله بوجده، انا بروميير اني وتبرعوا بالدم اليوم باش نعاونوا خوتنا. والتبرع بالدم يعني هو احسن حاجه يقدر يديرها الانسان، وواحد الخير كبير اللي يقدر ينقذ به الارواح ديال مجموعه من الناس، دونك احنا ما خاسرين والو، الانسان يجي يتبرع بالدم. دونك حنايا اليوم كنتواجدوا في كليه الطب والصيدله بوجده في واحد الحدث ديال التبرع بالدم اللي كتنظمو مجلس طلبه الطب بوجده بشراكه مع المركز الجهوي للتحقن بالدم. فكنشوفوا بزاف ديال الطلبه اللي جاوا مشكورين، الله يتقبل باش يتبرعوا بالدم ديالهم. ومن هنا كنوجهوا واحد الرساله لجميع المواطنين والمواطنات اللي قدروا يتبرعوا بالدم ديالهم باش يتوجهوا للمركز الجهوي للتحقن بالدم، ولا يتوجهوا للمراكز الاخرى ديال التبرع باش يتبرعوا بالدم ديالهم. هذه واحد العمليه اللي بسيطه، ما كتاخذش ميم با 15 مينوت بالوقت ديالك، ولكنها فريمون عندها واحد لافالور كبيره بالنسبه لي باسيون، اللي ممكن من خلال واحد لو بوش ديال الدم ديالك اللي فيه تقريبا واحد 400 مليلتر تقدر تنقذ الارواح ديال اشخاص اخرين. هذا النهار هذا جينا باش نتبرعوا بالدم، وكنصح كاع الناس اللي كيتفرجوا باش يجيو يتبرعوا بالدم، حيت التبرع بالدم مره واحده كتصوفي الحياه ديال ثلاثه ديال الناس. دونك راه عندنا خصاص بزاف في 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 التبرعات نتاع الدم، دونك سيروا للمراكز نتاع التبرع بالدم وتبرعوا بالدم باش تصوفيوا الحياه ديال الناس.